WWE أو المصارعة الحرة، الحلبة اللي أغلبنا كان يستمتع بمتابعتها إلى أن طلعت هرجت بأنها تمثيل. بعيدا عن موضوع التمثيل والحقيقة، صارت كوارث وحوادث في المصارعة الحرة لدرجة أدت إلى موت بعض المصارعين. واليوم حنشوف المقاطع والصور المسربة للمصارعين خسروا حياتهم في حلبة المصارعة. هيجو مصارع مكسيكي، وهو ولد المصارع الأسطوري القديم أوغوايو. هيجو مسيرته كانت جدا جميلة وكان ماشي على خطى والده، بس للأسف نهاية مسيرته كانت مأساوية جدا. في عام 2015 كان في مباراة رباعية بين فريق هيجو وفريق ري ميستيريو. وسط القتال والمباراة، ري ميستيريو طبق حركة الشهيرة اللي هي 619، اللي ما يعرف الحركة نفس اللي ظاهرة في الفيديو، اللي هي يضرب الشخص من الخلف ويخليه يتعلق على حبال الحلبة ويجي يضربه على وجهه. طبعا طبق الحركة دي في هيجو، بس هيجو لما جاء يضربه على وجهه ما أعطى أي ردة فعل. يكون في علمك وقتها المباراة كانت تمثيل، وفي السيناريو على أساس لما يجري ميستيريو يبي يضرب هيجو على وجهه، هيجو يمثل انه انضرب ويرجع للخلف. بس من وضعية هيجو تعرف وقتها انه اصابته كانت جدا خطيرة، ويوم لاحظ ريمستيريو انه في مشكلة كلم الحكم، والحكم اعلن حالة الطوارئ دايركت، وجول اطباء وحاولوا يسعفوا هيجو بس ما قدروا ونقلوه للمستشفى. بس هيجو ودع الحياة وقتها، وسبب الوفاة كانت ضربة دي، لانه وقت ما ضربوا ريمستيريو الضربة دي من قوة الضربة 3 فقرات من رقبته انكسرت، وودع بسببها الملاعب. وفي سنة 1999 في عرض سماك داون كان في قتال بين مصارعين، ديلو بران والمصارع دراز. وطبعا كالعادة القتال كان تمثيل، ووسط المصارعة بران مسك دراز وسواله حركة زي حركة أندرتيكر، وعلى أساس بعد ما يسويله الحركة دي دراز يقوم، بس لاحظوا إنه دراز فجأة بطل يتحرك تماما، وجو المسعفين على طول واكتشفوا إنه ظهر دراز اتكسر لأنهم ما أتقنوا الحركة تماما، ونقلوا دراز للمستشفى. ودراز وقتها اتعالج، بس للأسف أصيب بالشلل وصار مقعد طول حياته بسبب الحركة دي. وهنا تعرف ليش دائما قبل أي مصارع يكتبوا لا تسوي الحركات دي في البيت، لأنها خطيرة جدا، إما سببت وفاة بتسبب ضرر كبير للشخص، فأحذروا التقليد. أوين هارت مصارع كندي، بدأ المصارعة في عام 1983، وفي فترته كان مصارع جدا أسطوري وله معجبين كثير من حركاته الخطيرة سواء في الدخول أو في الحلبة. وكلنا نعرف أن المصارعين قبل ما يخشوا الحلبة يسووا لهم جو، يشغلوا أغاني ويجي المصارع يخش بطريقة معينة ويسوي عرض معين قبل ما يطلع الحلبة. المهم أوين هارت كان عنده تسجيل دخول غريب، اللي هو انه ينزل من فوق الحلبة بحبل من مسافة طويلة، يعني يمكن فوق 15 متر، ينزل بحبل لين الحلبة. وطبعا في اخر مرة نزل فيها بالطريقة هادي الحبل انقطع وطاح من مسافة 7 أو 8 أمتار على الارض، ولما انطاح دايركت ودع الملاعب. طبعا الفيديو ما عرضوه حق WWE، اللي نزلوه ونشروه الجمهور اللي كانوا بيصور وقتها. الجمهور ما صور لحظة ما انه طاح من فوق الحبل، بس صور لما كان في الارض وشالوا الاسعاف من الاشياء هذه، وهذه بعض الصور والفيديوهات المسربة من الجمهور. ميتسو هارو ميساو، ما ادري الاسم ده اسم صيني ولا ايش الهرجة. المهم المصارع ده قديم وكان عنده بطولات كثيرة. ميتسو مو تسمع اسمه كده تحس اسمه يضحك ولا شيء، بس الادمي كان جليد بحق وحقيقة. في زمنه كان اسطورة بمعنى الكلمة وعنده مشجعين مرة كتير، بس نهايته كانت جدا حزينة لمشجعينه وجمهوره. في عام 2009 كان في مباراة بين فريقين، فريق ميتسو وفريق ثاني. وسط القتال والمصارعة، المصارع اللي ضد ميتسو سوى حركة خطيرة لميتسو، اللي هي تشيل الشخص وترميه، بس لما المصارع رمى ميتسو، ميتسو طاح على راسه، وبعدها ميتسو بطل يتحرك على طول زي الصنم، زي الجثة في الارض. و
وبسبب الحركة دي رقبة ميتسو اتكسر ونقلوه للمستشفى. ووقتها اكتشفوا انه في فقرات في ظهر ميتسو اتكسرت واصيب بنوبة قلبية وودع الملاعب وقتها دايركت. ايدي جريرو مصارع مكسيكي أصيل. طبعا في هذه اللحظة الكل قال بأنه مات، بس إيدي جريرو وقتها أصيب بنوبة صرع أو إغماء بسبب فقر الدم ونقلوه للمستشفى. وقام وقتها بس إيدي جريرو مات خارج الحلبة بطريقة مأساوية، أبد ما هو داخل الحلبة. في عام 2005 أخ إيدي جريرو كان بيتصل على إيدي جريرو، بس إيدي جريرو ما كان يرد، ولما اتصل على إيدي جريرو كتير ما شاف رد منه. فرح له للفندق اللي هو كان ساكن فيه ودق الباب حق الغرفة بس ما حد فتح. ولما رجع اتصل على إيدي جريرو تاني سمع جوال إيدي جريرو بيرن في الغرفة نفسها، بس إيدي جريرو ما بيرد. فعرف إنه في مشكلة في أخوه أو أخوه صار له شيء، فدق الباب بالقوة لين كسر الباب وخش. وأول ما خش شاف أخوه طايح في الأرض ما بيتنفس ولا بيتحرك، وحاول ينعش ويسوي له تنفس اصطناعي والأشياء دي وما قدر. ولما وصل الإسعاف برضو حاول ينعشوه بس ما قدر وقتها، فتوفى إيدي جريرو في الفندق على الأرض، وسبب الوفاة كان انسداد في الشرايين. وطبعا في مقاطع بتشوفوا ما فيها صوت او شوية تشويش، ده عشان الكوبرايت، لانه زي WWE والفيفا دول يعطوك كوبرايت دايركت على طول، ويجي على المقطع علامة صفرة. وبعض المقاطع العنيفة او اللي فيها شيء باين مرة ما حطيتها، لانه في مقاطع نزلتها وبسبب المشاهد العنيفة اللي فيها جاتها علامة صفرة، ولو كثرت العلامة الصفرة في القناة بتأثر في انتشار المقاطع وانتشار القناة كاملة. وترى انا التعليقات كلها بقراها سواء الايجابية والسلبية، وما شاء الله تبارك الله الايجابية فيكم يا ابويا بنسبة 99.9%، يعني يمكن ربع بس اللي هي سلبية، عارفين الايجابية ما شاء الله فل عندك. ومرة شكرا على دعمكم المتواصل، مرة شكرا. وعلى فكرة بإذن الله إن وصلنا 100,000 مشترك بنسوي شيء يفيدنا في دنيتنا وآخرتنا، وإن شاء الله بتكون هدية مني بسيطة لدعمكم المتواصل. وإذا وصلت لين هنا أتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي.